21 يونيو أول يوم في الصيف، أول يوم في الآيس كريم والبطيخ بالجبنة والحاجات الدفان ده كله. كان الربيع تسخين كده عشان نوصل اللي احنا اللي هيحصل، درجة الحرارة بتبقى أعلى، الرطوبة بتبقى أعلى، البحر بيبقى مختلف شوية، أوطى مية في المد والجزر دي اللو ستروم، أوطى مية في السنة بتبقى في 21 يونيو في نص الكرة الشمالي عكس 21 ديسمبر كنا اتكلمنا عليها. بتفرق معاك لو انت بتروح في مصيف بتلاقي 21 يونيو الشاطئ اطول شويه او اوطى كده شويه، ما بتفرقش معاك في حاجه قوي وانت على سطح الميه، بتفرق بس مع المواني والسقالات والحاجات اللي زي كده ان الميه بتبقى واطيه قوي. فلو مش معمول حساب الكلام ده وهم المراكب بتشحط في الارض، الناس اللي بتغطس هتفرق معاهم قوي، وخصوصا السنه دي ان بعد 21 يونيو بيبقى تيارات الميه مختلفه شويه، بتقلب بقى من الشمال للجنوب والجنوب للشمال والحاجات دي. الكلام ده بيبقى لحد اخر يوليو تاني، تقدر تتابعها من حركه القمر لما بيكون القمر بدر في حوالين 21 يوليو زي اليومين اللي احنا فيهم دول. بيحصل احيانا كده حاجه اسمها داون ستريم كارنت، المد بينزل لتحت. الجماعه اللي قدام عارفين الكلام طبعا كويس جدا، البابلز وهي بتطلع كده بتطلع تعمل زي الطبع كده وتبتدي تنزل لتحت بدل ما تطلع لفوق. ده بيبقى كارنت شديد شويه لتحت، تلجا للسيفتي تقرب من الريف لو اضطريت انك تمسك في الريف او ان انت تنفق بسي او كل اجراءات الامان المعتاده يعني المفروض في الوضع ده، لانها لايف ثريتنج بتهدد الحياه يعني بتبقى خطر قوي. فخدوا بالكم، استمتعوا بالمد اللي بيقلب ويروح ويجي الايام دي. لازم تشيك على الكرنت قبل ما تنزل لو معاك مجموعه، لو لقيت تشك حاجه شكلها غريب كده فيعني شوف حته هاديه شويه وخلاص ما فيش حاجه، مش هيبي مش ناقصه وجع دماغي.